استنى دي عاليه. شوف يا سيدي انت بتكتبي ايه عاليه؟ ده مش الجست ابوك بتاع الفرح. تعالي ايه كنت اقولها؟ مع السلامه. عموما انا ماشيه. هو بيقول لك صحيح البقاء لله ونعم بالله. انا عارف ان هو ما قدرش يجي عشان مشاغله. لا خالص، هو كان فاضي وبيتفرج على ماتش الاهلي، بس هو ما كانش بيطيق امك ولا هي كانت بتطيقه. ان شاء الله ربنا يجمعهم ببعض قريب. طب عموما انا ماشيه. عايز حاجه؟ بصراحه انا عايزه عليها. هو انت ينفع تباتي معايا النهارده؟ ما تحترم نفسك يا يونس. في ايه؟ انت اتجننت ولا انت عبيط يالا ولا ايه؟ انا مش قصدي يا عاليه، مش قصدي، بس انا اصلي مش متعود ابات في البيت وماما مش فيه. شوف لك كلبه. كلبه ايه يا عاليه؟ ما تحترمي نفسك. الله، ايه كلبه دي؟ ايه يعني؟ بقول لك شوف لك كلبه تشتريها تقعد معاك في البيت تونسك. انا قلت حاجه غلط؟ لا لا، كلبه ايه ده؟ انا ماما زمان اشتريت كلبه، ماما كانت هتطردني من البيت الله يرحمها بقى. كانت اكتر حاجه تكرهها الكلاب، وانتي كانت تقول لي كلبه ايه يا يونس؟ انت عايز تجيب لنا فقر في البيت؟ بس الكلاب ما بتجيبش فقر في البيت يا يونس. لا، كلبه هنا كان قصدها انت. قالت لي انت كده هتجيب لنا النحس. انا نحس يا يونس؟ لا، نحس هنا كان قصدها الكلبه. طب سلام يا يونس. سلام. صح، عايز الهدايا بتاعت المتوفي دي؟ لا، خدي هنا. ادي عليها نيله. حضرتك مين بقى؟ انا عايز افهم. معلش اتفضل يا فندم. معلش، اصل دي مش رحله هي اصلا. اتفضل يا فندم. ايه ده؟ العالم اللي جايه وجاي لابس بدله سودا كمان في العزاء بيفول علينا. مجدي تختوخ لا يفنى ولا يستحدث من عدم. سيخ بس اما رشق عشان اطلعه في تحت القميص، فجالي شويه برد كده، بس انا زي الفل. سامحيني يا ماما، انا عارف انك لو كنت عايشه دلوقتي كنت هتزعلي اني فكيت الوديعه وجبت كلب، بس انا والله تعبت جدا. مش هيحصل حاجة يعني لو كنت فكتيها عليا شوية؟ وفر كلامك مع أمك لحد ما تشوفها. أنت شوية وهتروح لها. اسود اثبت. أنت عايز مني إيه؟ بص أنا بحذرك، أنا عندي كلب شرس جدا، وأنا مدربه لو أي حد غريب دخل البيت يعضه من البوبو. كلب إيه يا شاطر؟ أنا بقالي هنا أكتر من ساعة ما شفتش أي كلب غيرك. أيوة، عشان أنا ما اديتلوش أوضه يهجم. سيلفستر، سيلفستر كاتش. سيلفستر، سيلفستر، ده قدامي قول لأبي ما تموتني دلوقتي. أنا مش عايز أروح لها. دي لو عرفت إني فكيت الوداعة هتنفخني. أنت كده كده هتتنفخ النهاردة. بطل ولا ولا. شلوني في النجفة؟ ارميني من البلكونة، بس بلاش مسدس قدام، أنا بخاف من بعض النار. قدامي. طب بطل عياط وقول لي، أمك قالت لك حاجة قبل ما تموت؟ قالت لي في النور طرق. مش ده اللي أنا عايز أسمعه. بس صدفي نور طرق يعني كانت سليمة؟ كانت سليمة؟ كانت سليمة. افعلي بقى عشان مجدي تختوخ مش متعود يقتل حد من ظهره. بسرعة بسرعة بقى.